خلينا اخدكم بقى لحاجه تانية مهمه. النهارده كلام كتير جدا انتشر في النادي عن موضوع ان عواد في اهل جده. عواد مش في اهل جده، ولكن عواد بيبحث عن عقد عن طريق وكيله، اما في السعوديه او اما خارج الدول العربيه. وعلاقه عواد بكارديرون وصلت الى مرحله الصدام واصبحت سيئه جدا جدا جدا. والدليل على كده كلام كارديرون نفسه بعد مباراة مازيمبي لما قال احنا لعبنا ابو جبل وهو مصاب. طب بتلعب ابو جبل وهو مصاب وعندك عواد في على الدكة؟ فطبعا موضوع عواد بدأ يكبر، وطبعا عواد طلع كتب على صفحته على انستجرام بيرد عليا انا وعلاء حمام لما قلنا كده، قال لك الزمالك روحي ودمي وابويا وامي وانا مش هتخلى عنه. انا بقول لك يا عواد اتحداك لو قعدت في النادي، شايف الثقه؟ بس ما فيش اهل جده، لان اهل جده باتصالاتي عرفت انهم هم قفلوا القايمه بتاعتهم بتاعت الانتقالات الشتويه وشكرا. ده بس عشان تبقوا عارفين للناس اللي بتسالني عن محمد عواد. لكن في أزمة مالية، في أزمة مالية. مرتضى فاكرين الفيديو اللي عمله بعد ما فازوا قبل مباراة مازيمبي وقال للعيبة 48 ساعة وكل مستحقاتكم هتدخل الحساب؟ أقسم بالله من فم اللعيبة شهر بس من المرتبات وجزء من المستحقات بسيط جدا بسيط جدا. أنا بقول لك من بق اللعيبة عنده أزمة مالية حقيقية. وارجع للعشرة مليون بتوع أرض مرسى مطروح اللي ملاقيش يدفعهم، واللي بعت لجنة سرية تتفاوض مع المحافظ على كان يمكن يوافق على التأجيل بعد ما قال للمحافظ أنا الدولة أنا الدولة